الترتيب انتهى، القائمة انتهى، لأن هذا كان مسرب من المسارب يعني الفساد، وبالتالي الترتيب داخل القائمة يعني كان نقول لك المواطن كانت شو كان الترتيب اللي تتقدم به القائمة باش نكونوا متفاهمين. صح، جيت هاي القائمة، وبعد كاين الترتيب اللي على أساسه تتوزع على الترتيب هذاك اللي جاي، راهو يحدوا القرار اللي راح يصدر رئيس السلطة، يقول كيفاش البيلتان دفوت كيفاش يكون متشكل. يا أخي هكذا تشوفوه إن شاء الله في الأخبار. بصح الترتيب الحقيقي اللي على أساسه تتوزع المقاعد، هذاك المواطن الناخب، الناخب اللي رتب، احنا رانا في ربعة، أنت جبت 120 صوت، هذا جاب 100 صوت، هذا جاب تاك، هذا هو الأول، لاش تاتك في القائمة لو كان هو الأخر.